السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من كورس اللاب فيو انترفيس فور اردوينو توتوريال. وان شاء الله النهارده معنا البروجكت الرابع. النهارده هنتعامل برضو مع الانالوج انبوت والديجيتال اوتبوت. هنتعامل مع ال LM35، واحنا طبعا شرحنا السنسور ده في الفيديو السابق. لو سمحت، لو اول مره تشوف حلقات ربط اللاب فيو مع الاردوينو، يا ريت تتابع السلسله من اول عشان تقدر تفهم الفيديو بتاع النهارده. زي ما قلنا في الحلقه السابقه ان انا ال LM35 ده شكله، اخلي الفلات او المستطيل ده في واجهتي، الناحيه اللي على الشمال ده 5 فولت، الطرف الاخير ده الجراوند، الطرف اللي في النص ده الانالوج اوتبوت اللي بيروح على الانالوج مين انبوت بتاع الاردوينو. هنا عندنا ال LM35 ادي طرف ب 5 فولت للبورده، وادي الطرف الاخير بالارضي، والطرف النص رايح على A1. معنا كمان 3 بنز شغالين ديجيتال اوتبوت، 3 ليدات، ليد ريد وبعد كده بلو بعد كده يلو. الريد متوصلة على 10، والبلو على 11، واليلو على 13، كل واحدة معاهم مقاومة 220 متوصلين بالأرضي. واتفقنا لازم الأرضي يروح لمين؟ للأردوينو. عشان دايرة تشتغل صح، يا ريت تنفذ العمل زي ما احنا بنقول. البروجكت اللي عندنا ان احنا بنقرا من ال LM35، طبعا اتفقنا ان هو بيقرا فولت. طبعا هنا في كونفرتر بيحول من فولت لديجري بالسيليزيوس زي ما احنا شرحنا في الفيديو السابق. ومعانا كمان هنا درجة الحرارة اللي بتطلع هنا هي الكرنت تمبريتشر، واليوزر بيدخل عندي المينيمم والماكسيمم. بالتالي درجة الحرارة هنا لما بتكون اعلى من الماكسيمم بينور ليد حمراء هنا هوت على اللاب فيو، في نفس الوقت بينور الليد الريد اللي على البورد اللي احنا قلنا على توصيل. ولو درجة الحرارة كانت بين المينيمم والماكسيمم يبقى درجة الحرارة نورمال، هتلقى الانديكيتور بتاعي النورمال هنا هو اللي بينور. وكمان ما ننساش ان هو بيكتب اللي في الاستيتس هنا الحالة نورمال ولا هوت ولا كول، في نفس الوقت ينور الجرين اللي موجودة او البلو على البورد. عندنا كمان ليد صفرة هنا، انديكيتور اصفر موجود هنا على اللاب فيو، برضو في ليد صفرة على البوردة. لو درجة الحرارة اقل من المينيمم الليد الصفرة دي بتشتغل وبيكتب لك في الاستيتس هنا مين كولد. ده البروجكت ببساطة، هروح نعمله على اللاب فيو بسرعة. طبعا انا على اللاب فيو عندي جبت الانيت وجبت الكلوز، الانيت وصلناها وعملناها زي ما بنعملها في كل مرة. انا دلوقتي هشتغل لو ليفي. اول حاجة في انالوج مين بن عندي، يبقى انالوج مين بن اتفقنا الانالوج بن اقراها مباشرة مش بعمل لها انشاليزيشن. كمان عندي 3 بن شغالين ديجيتال اوتبوت اللي هما ايه؟ اللي هما 10 11 و13، دي شغالين ديجيتال اوتبوت للديت. فانا اجي اعمل ايه هنا؟ يبقى لازم اظبط البنز الديجيتال دي الاول كانها ايه؟ اوتبوت. يبقى اجيب 3 ست ديجيتال بن مود كده، انا بظبط الثلاثه بنز دول كاوتبوت. رقم 2 اقول له ايه؟ ديجيتال رايت بن، انا عايز اطلع عليهم قيمه، يبقى ديجيتال رايت بن. الثلاثه برده هطلع عليهم قيم وغير من حالته، يبقى اخد من دي 3 هنا، يبقى خلاص كده. يبقى ده جزء خاص بالانشاليزيشن 3 ديجيتال اوتبوت بن، وده خاص بالانالوج انبوت. طبعا انا مش بعمل له انشاليزيشن هنا، انا بقرا مباشره من الانالوج. عندي هنا 3 ديجيتال بن هطلع عليهم قيم، يبقى ديجيتال رايت. يبقى مين الجزء ده هو اللي انا عايزه يتكرر، اما ده انشاليزيشن. انا اجي امسك دول كلهم كده عشان اوصله مره واحده، واجي اعلم هنا كده خليهم كده، واجي كنترول سبيس كنترول دبليو بيوصل لي كل الاطراف المتشابه. يعني هنا اردوينو ريسورس هيوصل مع اردوينو ريسورس وهكذا للاخر عشان اوفر في الوقت. هنا اتفقنا ديجيتال انبوت اوتبوت بن رقم البن هقول له كرييت كونستانت، ودي اول بن رقم 10 دي خاصه بالريد. بعد كده نفس النظام هنا كرييت كونستانت 11، هنا كرييت كونستانت 13. طبعا هنا بيقول لي البن مود حالتها انبوت ولا اوتبوت، اقول له كرييت كونستانت، انا مش عايز حالتهم تتغير، اغير اخليها اوتبوت دايما. فانا خليتها كونستانت عشان انا مش هغير حالتها، تبقى دايما اوتبوت. طبعا هنا نفس النظام هتبقى اوتبوت، الكلام ده قلناه قبل كده. نفس النظام هنا ايه اوتبوت، يبقى انا عملت انيشاليزيشن للثلاثه ديجيتال اوتبوت بن. نيجي هنا للكود، ده جزء الكود اللي هيتكرر. يبقى انا ممكن اجيب هوايل هنا، ده الكود اللي هيتكرر معايا. طبعا انا هسحب هوايل شويه كده. هنا انالوج انبوت بن كرييت وكنترول
عشان اليوزر هو يغيرها براحته، يختار الانالوج بين بتاعته. وهنا بيقول ايه ديجيتال انبوت اوت بين، هنا ديجيتال انبوت اوت بين كرييت كونستانت، دي رقم 10. وممكن بدل ما تكتب 10 توصلها من بره كده، عند 10 كده تيجي توصلها هنا 11 كونستانت، 11 كرييت كونستانت 13. طبعا 10 دي خاصه بالريد، ممكن انا اكتب هنا ريد كده عشان ابقى عارف دي خاصة باليلو، اكتب حرف واي كفاية. اما هنا خاصة بالبلو او الجرين، واكتب بلو كده عشان ابقى عارف ده توصيل الهاردوير، ان 10 دي موصل عليها ريد، و11 موصل يلو، و13 موصل بلو. اتفقنا ان ده الفولت اللي طالع، نقول له كرييت وانديكيتور عشان يطلع القيمة لليوزر، هيطلعها كفولت عادية خالص. اتفقنا ان انا لو خدت القيمة دي، لو خدت قيمة الفولت ضربتها في 100 هيطلع لي التمبريتشر، والكلام ده شرحناه في الفيديو السابق. يبقى اجي هنا، يبقى اجيب نيوميريك، بعد كده مين ملتبلاي، اخد القيمة اللي جاية دي اضربها هنا، القيمة اللي جاية هنا بالفولت اضربها في 100، كرييت كونستانت 100، هيطلع لي قيمة مين تمبريتشر هنا. نروح للفرونت بانل، هنلقى هنا ده الجيج بتاعي اللي هو اللي بيطلع فولت، ودي الانالوج انبوت بين. انا عايز اعرض درجة الحرارة كسكيل هنا اللي طالع فولت، اروح اجيب ايه سيلفر، واتفقنا نيوميريك، واجيب مين التانك ده كده، واكتب عليه تمبريتشر، وغير السكيل ده خليه 100. طبعا هنا القيمة لو هتطلع وانت مش عارف تحددها بالظبط، كليك يمين فيزيبل ايتم واختار ديجيتال ديسبلاي، طلع لك قيمة الديجيتال كام. بص كده لما تغيره هتلاقي القيمة بتتغير هنا. يبقى ادي التمبريتشر بتاعي لغاية دلوقتي، الجزء ده كله شرحناه الفيديو السابق. ايه الجزء الجديد؟ هنروح للفرونت بانل برضو. دلوقتي انا هقول له سيلفر، وبعد كده نيوميريك، بعد كده هجيب مين كنترول، واقول هنا current temperature هي الحرارة الحالية، كنترول سي، بعد هنا كنترول في، بعد كده كمان واحدة كنترول في. ده اقول له هنا الماكسيمم بتاعي، واجي هنا اقول له المينيمم. يبقى دي درجة الحرارة الفعلية اللي هيقيسها السنسور، وهنا اليوزر هيدخل الماكسيمم وهيدخل المينيمم. محتاج تلت ليدات انديكيتور، اروح سيلفر واقول له بوليان، بعد كده اجيب الليد بتاعتي واكتب هنا الليد الخاصة بالهوت، واعمل بيها كنترول سي، هنا كنترول في، هنا كنترول في، واكتب دي نورمال، واكتب هنا كولد، اخلي التلاتة في نفس السطر من هنا، واجي كده هيبقوا في نفس السطر. عايز اظبط المسافة اضغط هنا واختار المسافة اللي انا عايزها كده، انظمهم. بعد كده انا عايز شاشة يقرب عليها الكلمة، لو كانت هوت، لو كانت الليد الهوت منورة يكتب لي هوت برضو. هقول له ايه سيلفر، بعد كده سترينج، بعد كده سترينج انديكيتور عشان يعرض مش اكتر، اكبر دي طبعا شوية عشان الكلمة تظهر، واقول له ده مين الستيتس، الحالة عندنا ايه. عايز اغير الخطوط دي كلها مرة واحدة، يبدأ شيفت واضغط هنا هنا هنا، واجي بعد كده مرة واحدة هنا اقول له سايز وليكن مثلا 24، هنلاقي الخط كبر كلهم مرة واحدة. بعد كده الستايل بولد، بعد كده الكالر بتاع براحتك، ممكن تختاره مثلا ازرق مثلا، ممكن اختار دي لونها بس المختلف احمر عشان تدي احساس انها هوت، والكولد ممكن اختار دي اصفر مثلا. واجي هنا كليك يمين بروبرتيز، هيديني بيقول لما تشتغل بتبقى باللون ده، لما بتبقى طافيه بتبقى باللون ده. طبعا اغير لونها اخليها لونها احمر، وهنا لما بتبقى طافيه اضغط على العلامه دي لو انا عايز الوان مختلفه تانية، خليها حمراء بس ايه غمق شويه من هنا تبقى احمر غامق. اوكي اوكي، تلقى لونها احمر غامق، اضغط عليها كده لما تشتغل دي، يبقى ده شكلها، ودي لما تبقى طافيه، ودي النورمال مقبوله كده. اما الكولد نيجي بروبرتيز نغير اللون ده نخليه مثلا اصفر، ونيجي للاوف ده نختار من هنا نقول له ماشي اصفر بس ايه نغمقه شويه، اقول له اوكي اوكي. ده شكلها لما تبقى طافيه.
الحلقة التانية هتبقى ده شكلها. هنا برضو اللون الجامع مش واضح قوي، هتدقق له شوية. هنا برضو نيجي هنا بس نتقله كده، اوكي تقل شوية اهو، نضغط كده اه كده احسن شوية. كده الفرونت بانل جاهزة معايا. هروح للبلوك دايجرام، هنلاقي هنا دي الهوت عندي اهي، وادي الكولد، وادي النورمال، ودي الكرنت تمبريتشر، ودي الستاتس سترينج، عندي الماكسيمم، عندي المينيموم. هاجي هنا دلوقتي اقارن دي الكرنت تمبريتشر. طبعا الكرنت تمبريتشر احنا استخدمناه هنا ككنترول، اليوزر اللي دخلها الكلام ده مش صح، المفروض الكرنت تمبريتشر تتقري من السنسور مباشره. فاجي هنا شو بلوك دايجرام، امسك دي ما تبقاش مين كنترول، تبقى انديكيتور، يبقى تشينج تو انديكيتور، ان هي يقراها من هنا، يبقى هيجي يقراها كده من هنا، هي خارج السنسور، يبقى كايه كانديكيتور وليس كنترول. يبقى ده الكرنت تمبريتشر هنا، هي نفس مين القيمه اللي هنا هتطلع. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب كومباراتور وهنقول لما يكون درجه الحراره اللي جايه اكبر من الماكسيمم، مش اتفقنا ان بيبقى في ماكسيمم ومينيمم؟ لو درجه الحراره بتاعت السنسور اللي قراها اكبر من الماكسيمم يبقى اكيد الخارج هنا هيبقى هوت، الخارج هنا بيبقى بوليان، يا ترو يا فولس. هنجيب سيليكتور مثلا، سيليكت بجيبه من كومباريزون وسيليكت، واجي هنا الخارج ده يا ترو يا فولس، اوصله بمين؟ بالدخل اللي في النص هنا كده، كونتكست هيلب، نقف هنا. بيقول لي ان الطرف اللي في النص ده بيبقى بوليان يا ترو فولس، بيبقى عندي ثلاث اطراف داخل وواحد خارج. الطرف اللي في النص ده لما يبقى ترو هو يطلع مين الاوتبوت، الانبوت اللي فوق ده يطلع على الاوتبوت، لما يبقى الطرف اللي في النص ده فولس الانبوت الثاني اللي تحت هو اللي يطلع على الاوتبوت، يعني سيليكتور بناء على حاله مين السويتش اللي هنا، لو كانت ترو يطلع الانبوت الاول، لو كانت فولس يطلع الانبوت الثاني مش اكتر. لو انا جيت هنا كده قلت له سترينج ب string constant، كتبت هنا ايه hot، وصلتها الطرف الاول، جيت الطرف الثاني ده create constant، اوتوماتيك هيختار الكونستانت زي الاول بالظبط string، هقول له ايه normal. يبقى هنا لو كانت درجه الحراره اكبر من درجه الحراره الماكسيمم هيعمل ايه؟ هيطلع لي مين هنا true، true، ويجي السليكتور ده لما يبقى true يقرا مين hot. هنيجي برده نفس النظام هنا، هنختار comparison ونختار اقل، ونقول درجة الحرارة اللي جاية طبيعية اللي هي جاية من السنسور لما تبقى اقل من مينيموم، واقول له بعد كده هات سيليكتور هجيب كونستانت برضو من سترينج، سترينج وكونستانت، واجي فوق اختار اقول له ايه كولد، نوصل الطرف اللي في النص ده هنا، نيجي نوصل الطرف اللي فوق ده بمين الطرف اللي تحت، واجي السترينج ده في الاخر اوصله هنا. تعال كده نراجع الكود تاني بسرعه. درجه الحراره اللي جايه لو كانت اكبر من الماكسيمم بالتالي هنا هيطلع لي ترو، ترو على السيليكتور ده يبقى هيعدي الانبوت الاول يبقى هوت، ينزل تحت يبقى هنا هوت. هل درجه الحراره اقل من مينيمم؟ لا طبعا، لان هي اتفقنا كانت اكبر فوق، فبالتالي السليكتور ده يطلع فولس، فيطلع مين؟ يطلع الانبوت الثاني اللي هو هوت، وتطلع على الستيتس بتاعتك هوت. طيب لو كانت درجه الحراره اقل من المينيمم، اقل من المينيمم عندك يبقى الشرط الاول مش هيتحقق، هيبقى هنا فولس، يطلع نورمال، يبقى هنا على الطرف الثاني هيبقى فيه ايه؟ نورمال. هل درجه الحراره تحتي هيعمل اختبار درجه الحراره اقل من المينيمم؟ اه ترو، اول ما يبقى ترو هنا بيروح يطلع الطرف اللي فوق يبقى كولد، يبقى على الستاتس كولد، يبقى صح كده. طب لو درجه الحراره بين الماكسيمم والمينيمم، طب هيجي يختبر هنا هل درجه الحراره اكبر من الماكسيمم؟ لا يبقى فولس، هيطلع نورمال، هينزل على السليكتور الثاني هنا الانبوت الثاني نورمال. هل درجه الحراره اقل من المينيمم؟ لا، لان هي بين المينيمم والماكسيمم، هيطلع هنا فولس، هيروح يطلع ايه؟ مش هيطلع الكولد، هيطلع نورمال، يروح يطلع الستاتس نورمال. وفعلا لما درجه الحراره تبقى بين المينيمم والماكسيمم يطلع مين؟ نورمال. كده احنا اختبرنا ثلاث حالات، يبقى الكود كده تمام. نيجي للجزء الثاني في الكود، نيجي هنا الليد بتاعت النورمال. هنا ايه رايكم الحاله لما بتطلع على الستاتس هنا لما بتبقى نورمال، في نفس الوقت انا عايز امين انور الليد مين النورمال،
يبقى انا اعمل ايه؟ اجي هنا كده اجيب كومبارزون واقول له بيساوي، واجي هنا اقول له هات سترينج، هات سترينج كونستانت واسميه ايه كده، ايه نورمال، واوصل دي بدي. يا ترى هل الحاله اللي طالعه بتساوي نورمال؟ لو كانت بتساويها روح نور الليد اللي اسمها مين؟ نورمال. ده على اللاب فيو. هعمل نفس النظام مع الكولد، واعمل نفس النظام مع مين؟ مع الهوت. يبقى نفس النظام، هوت هيجيب كومبارزون واقول له يساوي، بس هتبقى هوت هنا اللي هي الكونستنت الاولاني هوت، واقول له ايه؟ مع الاستاتس الحاله، لو كانت هوت بتساويها نور الهوت، واعمل كده برده مع الكولد. بدل ما اعمل كده، مش هنا لو درجه الحراره اكبر من الماكسيمم هتبقى هوت؟ اه، خدها من هنا مباشره. لما درجة الحرارة تبقى أقل من المينيموم مش هنا هيطلع ترو واحد؟ اه، يبقى مين؟ خدها من هنا مباشرة. كده أسهل من إن أنا أعمل مقارنة، بس مع النورمال لازم أعمل مقارنة بالشكل ده. نيجي بعد كده لهنا حالات البن، اتفقنا إن دي خاصة مين؟ بالريد، بالهوت. هنا هيطلع يدخل عليها واحد أو زيرو. هنا لما كان هوت بيطلع يا ترو يا فولس، فأنا لازم أجيب إيه؟ تحويلة أقول له بوليان 201، أنا عايز تلاتة. ادي اول واحدة، يبقى اجي هنا واوصلها كده. ده مين؟ ده الدخل. نيجي هنا الخارج ده نوصله كده، يبقى كده هو هياخد البوليان ترو او فولس يحولها لمين؟ 01 وتدخل هنا. طيب ده مع مين؟ الهوت اللي هي الريد. نيجي مع البلو، هنا عندنا 10 هي الريد، 11 اللي هي البلو او الجرين، عندنا 13 اللي هي اليلو. نيجي نوصل الدخل هنا ده بالخارج ده، والدخل ده جاي من فين؟ من البلو اللي هي ايه؟ النورمال من هنا. اليلو اللي هي خاصة بالكولد، نيجي نوصل الدخل بتاعها بخارج 01، ونيجي نوصل الدخل ده بمين؟ بالكولد هنا. كده الكود خلص، اتمنى يكون اتفهم. يبقى مراجعة سريعة تاني، هنا لو درجة الحرارة جاية أكبر من الماكسيموم هيطلع لي هوت، هينور في نفس الوقت ليد على ليد فيو هوت ويحولها لواحد، وتروح على البن رقم 10 وينور الريد. نفس النظام هنا برضو، لو كانت اقل هيطلع هنا ترو، هينور ليد كولد على اللاب فيو، وفي نفس الوقت تروح للمين؟ لليلو اللي هي على بن 13. ان كان الحاله الاولى ولا الثانيه مش متنفذين او مش متحققين، هيروح ينفذ حاله النورمال ويطلع هنا ترو تتحول لواحد، ينور لي مين؟ البلو عندي على مين؟ البوردة. وفي نفس الوقت اتفقنا ان كل مرة اللي هتتنفذ فيهم او هتبقى متحققة هيطلع على السترينج يكتب الحالة بتاعتها. لو ما فهمتش الكود كويس اسمع الفيديو مرة تانية وان شاء الله هتفهم. لو في اي مشكلة عرفني في التعليقات. روح دلوقتي للتنفيذ العملي، دي البن الانالوج عندي، ودي الفيزا ريسورس والبورد تايب. طبعا انا هختار الكم كام، انا موصل البوردة بتاعتي كم 4، واختار البوردة عندي ميجا، والتمبريتشر سنسور انا موصله على 1. طبعا لو جينا عملنا رن هنا هنلقى فيه ايرور، الايرور في الهوايل لوب ان احنا نسينا نعمل الستوب كنترول. ده التوصيل العملي عندي، عندي ال LM 35، وعندي كمان 3 ليدات الريد على 10، ومعايا الجرين على 11 واليلو على 13. طبعا هي منوره عشان الكود محروق، احنا هنحرقه من جديد دلوقتي. اعمل رن، هنلقى التي اكس والار اكس منوره. طبعا احنا هنظبط المينيمم والماكسيمم عندي هنا، هو التمبريتشر عندي ادي 22 زي هنا بالظبط، زي ما قلنا دي هي دي ادي 22. طبعا انا هخلي له المينيمم وليكن 23 او 24، واخلي له الماكسيمم 30 عشان نقدر نغير فيها عمليا. تعال كده معايا، ادي عندي هنا من 24 ل 30 درجة الحرارة مالها؟ درجة الحرارة عندي 22.5، اقل من 24، اقل من المينيمم، يبقى ايه؟ الصفرة منورة، وهيبقى عندي ايه؟ كولد. فعلا على البوردة هنلقى هنا الصفرة منورة اهو. طيب انا هروح دلوقتي احط ايدي على التمبريتشر سنسور، نلاحظ درجة الحرارة هتعلى فعلا بين المينيمم والماكسيمم، بالجرين وكتب نورمال، والزرقاء عندي نورت على البوردة. ما زالت ايدي على السنسور عندي هنا لغاية ما توصل 30،
طبعا الليد الحمراء بتنور وتطفي عشان اصلا درجة الحرارة بتلعب معايا شوية. هنا السنسور طبعا انا حطيت ايدي، الرشاشة دي يوصل ل 30، احنا ممكن نقللها نخليها ايه 28 او 29 نجرة، او ممكن في طريقة تانية ان انا اعمل بوتنشيومتر على اي زيرو. طبعا اتفقنا انه الانالوج سنسور اللي هو ال ام 35 زي البوتنشيومتر بالظبط، وانا مطبق معادلة ال ام 35، فممكن انا اغير دي واخليها ان البوتنشيومتر متوصل على زيرو، وهطبق نفس معادلة السنسور عندي السنسور بالظبط، واعمل ايه واخلي المينيمم عندي 10 هنا عشان فعلا تحت 10 بيبقى كولد، واخلي دي وليكن مثلا 50 عشان تبقى مين ريد. هنلقى بص معايا كده، نقعد نغير في البوتنشيومتر، هنا هنعتبر ده التمبريتشر سنسور مفيش اختلاف طبعا لان مطبق معادلة مين التمبريتشر سنسور، فالفولت المتغير هنا بيكافئ درجة حرارة. انا هقلل عن المينيمم درجة الحرارة اللي حاليا دلوقتي بص كده في حدود 5، وأقل من 10 الليد الصفراء منورة وعلى اللابيو منورة هنا، وفي نفس الوقت كاتب لي كولد. نيجي بعد كده أعلي شوية، بقيت كام دلوقتي 15 بين 10 و50، الجرين نورت، وأجي بعد كده أعلي كمان لغاية ما أعدي 50، 52 أهو هتلقى الريد منورة بص كده اهو. نلاحظ كمان على الستيتس ان الكلمه بتتغير بناء الحاله، هوت اهي كده جرين اللي هي حاله نورمال طبيعي، بعد كده مين كولد. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله الفيديو القادم هنتكلم على السيرفو موتور وازاي نوصله وازاي يتحكم في البوزيشن وكمان في سرعته. ما تنسوش سبسكرايب عشان ما نوقفش السلسلة دي، ولايك وشير لو في متابعة ونشاط في اشتراكات كتير للقناة، هنقدم فيديوهات رائعة للسلسلة دي. شكرا جزيلا.